فهي أول من صعد خشبة مسرح شاطئ الراحة في الموسم السابع، تحمل هموم وطنها فلسطين وتعتز بالقصيدة النسائية قدر اعتزازها بذاتها. أبو ظبي كموسيقى بروحي يعتق كأسها شعر حميم، وأنظر ملء قلبي في رباها فأصبح نخلة وبها تهيم، تلونني على شباك شمس ويعزفني كموال النسيم، أهز الشعر إن نفحت عيوني فتمر الأغنيات هوى قديم. طبعاً علاء القطراوي دكتوراه في الأدب والنقد ومعلمة لغة عربية في الأونروا في غزة. بحمد الله عز وجل حصلت على المركز الأول في فئة الشعراء الشباب في ديواني ساقية تحاول الغناء، والجميل أن هذا الديوان الذي حصل على المركز الأول في جائزة البابطين قد أصدرته لي أكاديمية الشعر في أبوظبي هنا، فممتنة لهذه الإمارة الجميلة والتي أيضا خطوت بها أول خطوة في مساحة الشعرية وفي برنامج أمير الشعراء الذي صنع لي هذا الحلم، وصنعت أبوظبي لي هذه الأجنحة لأمرنها لأول مرة وأطلقها في سماء الشعر العربي. فأنا سعيدة جدا اليوم بوجودي في أبوظبي. لا أخفيك أنني لأول مرة أدخل إمارة أبوظبي منذ 6 سنوات تقريبا، منذ أن شاركت في أمير الشعراء الموسم السابع عام 2017. كل هذا الحنين كان في قلبي. فأبوظبي تحمل معاني الوطن، تحوي معاني الجمال، تحوي معاني الأمل، فأن أعود إليها بعد هذا الوقت الطويل هو أمر جدا جميل ومفرح ولا تسعه الكلمات. أيضا شعرت كأنني أعود إلي، أعود لآلاء حينما كانت تشارك في تجارب الأداء ثم خرجت إلى العروض المباشرة في أمير الشعراء ولجنة التحكيم وكل هذه الأمور الجميلة التي صنعت منا أناسا يتمسكون ويؤمنون بأحلامهم. أعتقد أن أبوظبي تقول لنا وتقول لكل شاعر يشارك في أمير الشعراء: احلم أكثر، تستطيع أن تحلم، تستطيع أن تكون، تستطيع أن تصل، تستطيع أن توصل صوتك، تستطيع أن تقول شعرا أكثر. هذا الجمال لا يمنحه لك أي مكان آخر مثل أبوظبي. ديواني ساقية تحاول الغناء الذي أصدرته أكاديمية الشعر في أبوظبي حينما حصل على المركز الأول في جائزة البابطين كان بالنسبة لي يعني كأنها لوحة ترسم وتكمل هذه الرسمة يعني وتلون أكثر، فهذه الجائزة لونت أكثر هذه اللوحة في حياتي، اللوحة الشعرية. وأنا كنت سعيدة أكثر والديوان يفوز بأنه أيضا طبعته لأكاديمية الشعر في أبوظبي والتي هي رعتنا أيضا كشعراء في أمير الشعراء، فأن يفوز هذا الديوان في جائزة البابطين المركز الأول فئة الشعراء الشباب كان أيضا تأكيدا لتمسكي بأحلامي أكثر وأن أكون مثابرة أكثر على موهبتي الشعرية وعلى هذه التجربة الشعرية الرائعة. تعرف أننا يعني أن أبوظبي بصراحة تجمعنا من بلدان مختلفة في مساحة صغيرة، وكأنها يعني ترينا الشعر بأصوات مختلفة، بوجوه مختلفة، بألسنة مختلفة، بمعاني مختلفة، بتجارب من الوعي واللاوعي بشكل مختلف. وهذه كما أخبرتك هذا أجمل ما يميز تواجدنا في أمير الشعراء، وأجمل ما يمكن أن تفعله الجوائز بعد أمير الشعراء
إكمالا لهذا الكرنفال الجمالي من الشعر.